دينار؟ قسما لو زاد ثمنه لدفعت. إنه غلام ما رأت مثله عين ولا سمعت مثل غنائه أذن. أين ما طلبته منك من الحراقات؟ بنينا اثنتين على نهر دجلة، إحداهما في صورة أسد والثانية في صورة الفيل. تنقصني بعد ثلاثة. الأولى كالعقاب، والثانية كالحية، والثالثة كالفرس. ما بك يا مولاي؟ هذا يكلف كثيرا. ما بك يا وزير؟ كلما فتحت بابا لمتعتي أغلقته بيديك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. الله أكبر. الله أكبر. سأنام الليلة هنا ثم أمضي غدا في طريقي.
هذه الصحراء القاحلة لا تؤتي أكلها، وما من سبيل لسرقة عابرها، لكن أين أمضي؟ إلى بغداد، موئل الفقراء والجائعين. لابد أن ألتقي بذلك الرجل وأمثاله الذي حرمني من 30 درهما. هذه الجبة لازلت أحتفظ بها. ألا بارك الله بهذه الجبة، كم تقي الجسم حرا وبردا. هذه رقاع حملتها سنوات، مع هذا لا أفقه منها شيئا. لا، لن أحرقها، ربما كانت حرصا يساعدني ويسهل مهمتي. ما بات قلبي رهينا لأنجم طالعاتي، عين ولام وميم مليحة نغماتي. والله إن لك مهابة أكثر مني. الرجل هو الذي يبني مهابته ويهدمها. ما الذي يدخلك الإيوان؟ حال ولدك موسى؟ بل عليا الصغير. ما به؟ لا أدري ما به، محموم مضطرب يتلوى ألما. نستدعي له ابن يختشوه. افعل ما تراه مناسبا، لقد أعلمتك. انصرف. أرحمك يا أرحم الراحمين. ما الذي تفعله يا أبا وهب؟ أجمع ما آكله. تأكل جريد نخل؟ أتأكل من السماء أيها الوزير؟ والله يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فاتني هذا، كم ينتج جريدك؟ ينتج ما يسترني عن طلب حاجة ويمنع عني التزلف للسلطان. بكم تبيعه؟ بدانق أو دانقين. يمنعك هذا عن طلب الحاجة؟ أم أن في دارك أموالا تتصرف بها؟ إن لي معدة قلصتها فباتت تكتفي بالدانق والدانقين. لنتابع جولتنا. ما بال سيدتي قد هجرها الفرح وغابت عن وجهها الابتسامة؟ كتب علي الشقاء يا نرجس. أي شقاء هنا وأنت الملكة وابنك الخليفة؟ اقعدي يا نرجس. لا يغرنك النهار الجميل، ففي ثناياه 1000 ويل وويل. ما الذي يكدرك يا مولاتي وكل ما تمنيته يتحقق؟ أترين السعادة فيما أملكه من مال وحرائر وأثاث وجواهر؟ كنت ملكة، لكنني لم أكن أملك قلب زوجي أقرب المقربين إلي، القلب الذي هو في حجم قبضة اليد هذه. وها هو ولدي صار الخليفة، لكنه يعبث بالحكم كما يعبث الصغير بثوب أمه. هدئي من روعك يا سيدتي، فله بك وبالوزير خير معينين. الساقية لن يفيدها خرير الجدول بقدر ما يسعدها خرير النبع. ويحي، ما الأمر؟ جئت لأقول لك إن الطبيب في دار سيدتي. تبا لك يا نرجس، كان يجب أن تحادثيني بهذا منذ زمن. نسيت يا سيدتي.
قل لي يا غضبان، أين تقيم؟ هناك. ما تعمل؟ نبيا في بني قومي. نبيا؟ نعم يا سيدي، نعم. ها، ما هي معجزتك؟ الحقيقة يا سيدي، ما زلت نبيا حديث العهد. مما تعيش؟ من غنم أملكه. أين غنمك؟ أكله الذئب. كيف يأكل الذئب غنما يملكه نبي؟ لأن الذئب لم يكن بعد مؤمنا بنبوة يا سيدي. والله سأثيبك لحذق لسانك ونباهتك. أدام الله نعم سيدي، إنما أردت إضحاكه فقط. ونحن بدورنا أردنا إسعادك، إنما لا أحمل مالا أملكه. نملك قليلا من زاد، أعطياه ما لدينا من زاد، عساه يشفع لنا يوم القيامة. أين الوزير؟ لم يأتي الديوان مطلقا. لأذبحنه أو ليأتيني بنبأ عظيم. ما هذا يا سيدتي؟ 1000 درهم نذورا ندفعها توسلا لشفاء حفيدي. لمن أعطيها؟ لأبي وهب، سيرفضها حتما. توسلي إليه ألا يرفضها، ما أظنه إلا في حاجة إليها. فإن أصر على رفضها فليوزعها على من يعرفهم من فقراء الكرخ، فإنه بهم أدرى، وإنه عندنا لمؤتمن. خذي، هيا انطلقي. أين كنت أيها الهدهد؟ جئتك من الشرق بنبأ عظيم. ويحك، أترى أخي يعبد الشمس من دون الله؟ ما الأمر يا مولاي؟ يعلمني أخي بخروجه عن طاعتي والاستقلال بما لديه في الشرق. هذا أمر خطير يا مولاي. ما الخطير في هذا؟ أن يفقد الجسد ذراعيه. هل تستطيع الساقية الاستقلال عن النبع؟ النبع لا يوزع خيره دون ساقية يا مولاي. أنا الخليفة، الحاكم بأمري والناهي بإرادتي، ولن تستطيع قوة الأرض أن تنتزع مني هذا الحق. تشجع يا الله، تشجع واتخذ قرارا، ولكن إلى أين أمضي؟ إلى بغداد؟ أأتسول في أزقتها وبي فتوة ونشاط؟ أم أسرق من حوانيتها والشرط تملأ أزقتها؟ يا رب ساعدني، يا رب ساعدني في إيجاد طريق الخلاص. تبلك وزير الخليفة. نعم، وزير الخليفة، لا أحد غيره سيساعدني. ترى أتصدق نبوءتي عنده؟ كفاك حزنا يا بني، واحزم أمرك. ما يحزنني يا أماه أن أطعن في ظهري. ممن؟ من أخي الذي عليه حمايتي. إنك تعيدني إلى 2 خلتا.
هنا في هذا المكان وقفت لأبيك متوسلة أن يعطي الخلافة لك في البدء قبل أخيك، كونك الأكبر سنا وفيك يجري دم عربي صرف. أخبريني يا أمه، ما سبب كرهه لي؟ لم يكن يكرهك، بل كان يؤثر أخاك عليك. أتعلم أنه كاد يوصي بالخلافة لأخيك الأصغر دونك، لكنني أدركت الأمر فسعيت والوزير للإطاحة به والإتيان بك. لابد أنك تعرفين السبب. أي سبب تعني؟ سبب إيثاره أخي دوني. أأقول الحقيقة لو كانت مرة يا بني؟ قوليها يا أمه وريحيني. كان أخوك أكثر فطنة وحكمة ودراية منك، لهذا فضله والده عليك. ما بعد هذا عن الحقيقة؟ بل هي الحقيقة بعينها. انظر إلى أخيك كيف يرتب أمور الشرق، وانظر إلى نفسك كيف تلهو مع العبيد والغلمان. هذا مالك قد عاد إليك. لو فعل الحكام كما تفعل لما أصابنا جوع ولا بؤس. ما أحوجنا إلى حاكم عادل يحمل على ظهره كيسا من الزاد والمال ويوزعه على البائسين ليلا. مولاتي مولاتي، ما بك يا نرجس؟ الحق علي ابن مولاي، انه يحتضر. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا نعود إلى القصر يا مولاي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فلهم لا يخشون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ إن انتفعنا بشيء من هذا. مولاي الخليفة، تفضلوا تفضلوا. أعد علينا ما كنت تقول يا أبا وهب. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم، ينطفئ حزني بمثل هذا. ها قد أحزنت مولاي. إنما أحزنته أنت وأصحابك يا هامان. ما سماك هامان إلا ليجعلني فرعون. هذا أول الغيث يا غضبان، فاكهة ما لذ وطاب ولحم مما يشتهون. أين منها في الصحراء؟ المنتقل من الصحراء إلى هنا كالمنتقل من الجحيم إلى النعيم. لن تنقذني الآن إلا بصيرتي للوصول إلى ديوان الوزارة. سأرتاح قليلا ثم أنطلق. كيف تعتكف الناس وأنت خليفتهم؟ ريثما ينتهي حزني وألمي. متى ينتهي حزنك؟ دعيني يا أماه، دعيني لألمي وشقوتي. لن أدعك وباب إيوانك مغلق دون خاصتك وعمتك. كفى يا بني، مات الأولون جميعا وسيموت الآخرون، ولن يبقى في هذا الكون سوى خالقه. إنه ولدي، فلتة كبدي. أعرف هذا، لكن موته لا يمنعك من أن تكون خليفة تسوس الناس. سمعت بأحدهم قتل أبناؤه وأقاربه وسبيت نساؤه، مع هذا بقي رابط الجأش إلى آخر رمق في حياته. هكذا تكون الرجال الرجال. ما بك يا غضبان، خانتك الذاكرة؟ لا لا، لم تخني أبدا، إنه هو. يا لحماقتك يا غضبان، الرجل الذي تعرفه رجل عاقل يتوكأ على قصبة. إنما هذا الرجل مخبول، يمتطي قصبة يجعلها حصانا. سبحان الله، كيف يتشابه الخلق فيما بينهم. هذا الذي يحيرني يا نرجس.
لمن قطع أبو وهب عن إيوان الخليفة. ربما أساء مولاي إليه يوما. أتظنين ذلك يا نرجس؟ مجرد استنتاج يا مولاتي. سأستجلي الأمر وأعيد أبا وهب إلى القصر. لن يخرج ولدي الخليفة من كآبته سواه. اسمعي. نعم يا مولاتي. انطلقي إلى أبي وهب وأعلميه أن يوافيني في القصر. أمر مولاتي. قل لي، ألا زلت نبيا؟ بالطبع. والله لو لم يكن مولاي معتكفا في إيوانه معتزلا زواره لا أخذتك إليه. وما سبب اعتكافي يا سيدي؟ لو كنت تحيي وتميت بإذن الله لا أخبرتك. ما حاجتك؟ حاجة النبي إلى من يصدقه. صدقناك. وحاجته إلى من يطعمه ويأوي. والله إنك أدهى من إبليس. تفضل. تفضل يا سيدي، تفضل. أليس بيننا صلة دم ووشائج قربة؟ بلى والله. ما اعتكافك عنا إذن؟ اعتكاف الذي لا يجد لحديثه نفعا ولا لصوته صدا. أعرف أنك فقدت من كنت تجد عنده هذا. لما دعوتني؟ لتنقذ ولدي من عزلته وتعيده إلى طبيعته. عسى أن يكون خيرا. سيكون بإذن الله ما دمت أنت القيم على هذا. من يدخلني إليه ويخرجني من عنده؟ ذكاؤك وفطنتك اللذان لا أشك فيهما. ها قد أطعمتك وسقيتك. والله ما أطعمتني إلا طمعا بالجنة، وما سقيتني إلا هربا من النار يا سيدي. والله ما أطاعك إلا الفجار وما عصاك إلا الأبرار. يقولون متى تشعر بالتخمة؟ فأقول لهم عندما أكون في دار سيد الوزير. أقسم بهذا الجلباب الذي ألبسه إنني ما أكلت أكلة طيبة كهذه. لما تقسم بالجلباب؟ لأنه أعز الخرق لدي. أعز الخرق؟ من أين أتيت به؟ لهذا قصة طويلة. هات أرويها لنا. قلها، عليك الأمان، قلها. إذن اسمع يا سيدي. كنا أنا وسراقة وبعد يا أبا وهب. لهذا جئت أشكو إليك. ويحك يا أبا وهب، تراني غارقا في حزني وتأتي إلي شاكيا. إلى من يذهب المظلوم سوى إلى حاكمه؟ من ظلمك؟ رجل في سوق الكرخ. ما ظلامته؟ أودع عندي جوهرة تنقصها العناية وحسن التدبير، فأخذتها يا مولاي وتعهدتها بخير ما يكون التعهد. سقيتها عرقا ودمعا وجهدا، بذلت لها كل طاقتي حتى أمست لامعة براقة تسر الناظرين. ما المشكلة في هذا؟ المشكلة يا مولاي أن ذلك الرجل عاد ليستعيد أمانته فرفضت. وكيف ترفض إعادة الأمانة إلى صاحبها؟ أرفض لأنني أمضيت سنوات في صقلها والعناية بها، سنوات من عمري. لصاحب الأمانة الحق في استرداد أمانته. ألا يحزنني يا مولاي هذا الأمر؟ وأنا الذي شقيت وتعبت 3 سنوات متواصلة. الحمد لله يا رب، أنت الذي أودعت ولدي أمانة لدي ثم استرديتها، فهذا شأنك وهذه إرادتك. رحم الله ولدك. Thank you.
جد أنت في شأن هذه الرقاح؟ كل الجد يا سيدي، كل الجد. لقد كانت في هذا الجلباب. وهذا الجلباب وهبك إياه رجل يدعى أبا وهب؟ أجل سيدي الوزير، أجل. ليته لم يهبني إياه، لأنه حرمني من 30 درهما. والله إن كان هذا من أبي وهب حقا ستنال بدل 30 3000. أرأيت كم كان ظني صادقا؟ إنه حرص. الحمد لله إن لم أطعم للنار، الحمد لله. لقد كان حرصا يا سيدي. نعم إنه حرص. انكشفت حقيقتك وبان خداعك يا أبا وهب. سأريك خنسة ذلك الرجل، انظر إليه جيدا ووافني بالحقيقة، الحقيقة التي ستنال ثمنها غاليا. الحمد لله، لقد عادت البسمة إلى مولاتي، مذ عادت الحياة لولدي. كنت على يقين أن أبا وهب سوف ينجح في مسعاه. ما الذي فعله يا مولاتي؟ لهذا قصة سأرويها لك ذات يوم، ولكن تعالي واقعدي. ما هذه الرقعة في يدك؟ قلت لك تعالي واقعدي جانبي. ما قصة هذه الرقعة؟ هذا شعر أبي نواس، عشق وخمر بل توبة وندم. أمثل هذا يتوب؟ بالطبع يا نرجس، عندما يشعر أن الموت قادم لا محالة. اسمعي، الموت منا قريب وليس عنا بنازح، في كل يوم نعي تصيح منه الصوائح. فلا تغرنك دنيا نعيمها عنك نازح. أمتأكد أن هذه الرقاعة كانت في جلبابك؟ كل التأكد يا مولاي، كل التأكد. لقد حملتها مدة طويلة. هذه وثيقة إدانته والبينة في تعامله مع أعدائنا. أمتأكد أن الرجل الذي شاهدته في سوق الكرخ هو نفسه صاحب الجلباب الذي تلبسه؟ أنا على ثقة يا مولاي أنه الشخص نفسه الذي رأيته في قبيلة طيء، لولا فارق بسيط. ما هو؟ في قبيلة طيء كان يتوكأ على عصاه، أما في سوق الكرخ فإنه يمتطيه. هذا شأن المخادع، يتنكر ليزيل خداعه. وقع النصر بعد سنين من الطيران. أين المهرب يا أبا وهب؟ أستدعيه الآن يا مولاي؟ لا زال إحسانه الذي قدمه ماثلا أمامي، سأتجاهل الأمر لأيام. أما أنت فاحفظ سر تلك الرقاع حتى أنسى ما قدمه إليه. ساعتئذ سأفقأ عينيه بقصبته وأعاقبه عقابا شديدا.